السومه تاعو تفوت 7 ملاير. تفوت 7 لان كان عندنا لو كان ما دخلش العسكر انا اللاعب هذا راح مليون اورو. كان رايح الترجي التونسي. نعم ما هو كلوب افريكو وصفاقسي ولكن حنايا جاتنا اون اوفر كما يقول لك سبيسيال من الترجي التونسي ولكن الانسان في الخدمه الوطنيه على هذيك اللي ما نقدرناش. على كل حال انا درت الاولويه لاتحاد العاصمه بصح مازال ما نوصلوليش الاوفر تاعو لان سمعوا باللي الاوفر تاعو اللي كما يقول لك غاليه دونك مازال ما استلم ولا كل حال انا ما راحش نطلقوا هذا العام. حنا صديقي على كل حال عنده اون اوبسيون حنا درنا له اون كلوز حط القيد جال الاربعه درنا اون كلوز بليون كان يجيه فريق كبير يروح درنا له كلوز هذيك ولا جا فريق وحبوا يدو حنا ما نقدرش نشدوه فاهم ولكن نظن باللي 80% حيقعد في الاربعة. تلعب في الاربعاء لا تلعب في الاربعاء بلي الشيء هذا ما يوليش لهم يولي كيما يقول لك يولي لا سيكوريتي الامن هما اللي يمدوا اللورد فهمت ماشي القرباج ولا اكس ولا ايكراك. على كل حال انا اللي جوا هذه فيزيتهم عندي شهرين ما نقدرش نقولهم لك باسكو دوك يجوا لهنا تعرف يسمعوا يخطفوا هنا.